iki egemen devlet arasında, Libya ve Türkiye arasında iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. لها مصلحة مشتركة للبلدين وتصب في مصلحة البلدين وتساعد أيضا حتى في حل الأزمة العالمية فيما يتعلق بالطاقة والغاز. ان انت بتمضي مع مين؟ دي حكومة مش موجودة، انتهت ولايتها. المفروض هذه الحكومة لا تملك التفريط في حقوق ليبيا والشعب الليبي. وعلى شقيقة والجارة مصر مراجعة هذا الموقف الذي ليست له أي مبررات ولا يمث للواقع بأي صلة. أنظر إلى هذا الأمر من الزاوية الليبية بالأساس فيما يتعلق بالعلاقات المصرية التركية، هذا شأن آخر وتوجد يعني اتصالات تمت في مرحلة سابقة.